سببك انا وعم بركض اتشردك. كريستين على الخط، ضلك معنا كريستين، رح ناخذ اتصالك بعد الوقت. لكن بيسالوك انه كيف ناخذ المي، ناخذها خلال الرياضه، عم تقولي انه ايه بس على دفعات كيلو لكيلو لاثنين كيلو حسب قد ايش بيشربوها دغري. يعني انا هلا اذا سبور ثلاث مرات بالجمعه زيني حالي وبعد شوفي يمكن هالوقت. يلا رجعين نعمل هيك جوله سريعه اخر السنه الماضيه. عملنا حلقه ديجا انا ومارك من شي اسبوع تقريبا اسبوع، عملنا موضوع المانجروف، فرجينا كمان صور. اليوم رح نركز اكثر على فرح، نشوف هلا مع مارك شو اهميتهم هول الحيوانات. كيفك مارك؟ تمام ماشي الحال؟ تمام عجبوك؟ بيتنفس وبينزل يعني هيدي كان مشان هيك مشان هيك بقلب على لانه ما يكون عنده كثير شحم مشان هيك ما بي ثانك يو مارك. رح ناخذ وقفه سريعه ومنكفي سوا لايف.